فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد قرابتي مرض هذه الأيام مرضا لا يرجى برؤه، وهو سرطان في المخ، عافانا الله وإياكم. آمين آمين. يقول: هل يجوز لي أن أعتمر نيابة عنه علما بأنه لا يقدر أن يتحرك؟ إذا كان ما اعتمر عمرة الإسلام فلا مانع، ما إن كان اعتمر عمرة الإسلام فلا. نعم.